اللي بس انا اصور بهب الهوا. مرحبا للجميع، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا مناح ومبسوطين انتم عم تحضرونا اليوم. هذا الفيديو رح نكون عم نعمل تحدي لو خيروك. طلبت منكم على الانستغرام، هذا هو الانستغرام تبعي باي ذا واي لحبيبي يعمل الفولو. اجى الشمس بنص عين انا عم صور. طلبت منكم على الستوري تعطوني لو خيروك تخيروني بين شغلتين اعملهم، واليوم جيت لنفذهم بالضيعه. حبيت اجي صوره هون بالضيعه لانه هذا لو خيروك قلت لكم رح اعمله بالطبيعه، يعني رح نفذ كل الاختيارات عندي بالطبيعه. بس انا بس طلبت منكم تعملوا لي هذا الشيء على الانستغرام ما حدا رد علي، كلكم بعتوا لي تاكل وتشرب وتاكل وتشرب، وانا قلت لكم شيء نفذه هون. هلا هن كثير كتار الاختيارات اللي بعتوا لي اياهم على الانستغرام، بس رح اجرب نفذ الماكسيموم اللي فيني وشوف اذا رح اقدر. قبل ما نبلش الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك لهذا الفيديو، تعملوا اشتراك بالقناه، اكتبوا كومنتس كل شيء فيديوهات حابين ننزلها جديده، انواع فيديوهات حابين ننزلها. اول لو خيروك كان قص من شعري او صرخ على العالي. للصراحه بفضل صرخ على العالي لانه انا اول شيء بالضيعه فما بيهمني مين رح يسمع، وثاني شيء شعري ما حدا فيه لانه اصلا قصيته اذا لاحظته. هلا على الهواء يمكن خربط بس انا قصص شعري، ما ضروري تقولي لنعيما ميرسي. لحظة عم فكر شو بدي اقول. اللي مش عمل لي سبسكرايب يعمل لي. هيدا صريخ بينعاد. لا لحظة بس بدي افرجيكم انه هون في جيران وهون في تحت جيران، فانا بهالحالة اتجرست. تاني لو خيروك كان انه احذف التيك توك ولا اتمدد على الشارع او تتمدد، يعني نعمة. هيدا بس انه الشمس بوجهي مش كورونا. انا اكيد رح اختار انه نام على الشارع لانه ثيابي بنغسله، بس تيك توك ما لي شهاده ما حيرجع رجعه، مع انه انا فيني محي التيك توك لانه اذا رجعت نزلته برجع فوت على الاكونت بشكل طبيعي. اوكي حرقتي لي دين عيوني اذا مش ملاحظه يعني، بس يلا خلينا ننفذ الطلب ونرجع بنكفي. مثل ما فيكم تشوفوا هيدا هو الطريق، فانا رح اتمدد 10 ثواني وبرجع لكم. تالت لو خيروك انك تاكل نمل او ترقص بالشارع، بس اكيد رح ارقص بالشارع، يعني ما حاكل نمله يكون فيها جراثيم واوبئه ونلقط شيء جديد غير الكورونا، مش مضطرين نحن. يلا نرقص. مثل ما فيكم تشوفوا انا نقيت هيدي الساحه لارقص عليها. 1 2 3 جو. I'm a savage. Classy, bougie, ratchet. لو خيروك انك تحضر نتفليكس ولا تتمشى. للصراحة نتفليكس هون ما عندي، عندي بالبيت ببيروت، رح اتمشى. هذاك المنظر كان بس لكم. لو خيروك انك تاكل ورق من الشجر او تقوص عصفور. هلا انا الصراحه ما بحب الصيد ولا بحب قواص العصافير، لهيك في كثير شجر وهيدي وحده منهم. لحظه قطفت هالورقه. طعمتها مش بشعه بس ملمسها ثقيل. للصراحة كنتوا كاتبين لي قصص كتير ما بتنعمل، اللي هي اضرب امي اضرب بيي واكل كف منهم واكسر بيضة على راسي واتحمم بمي مسقعة، لهيك عم جرب نفذ الاكثر. لو خيروك تضرب اختك، هلا انا ما عندي اخت عندي خي، او تكسر صحن. طبعا حاكسر صحن وشو ما يصير يصير. اكيد رح اضرب خيي عم بكسر صحن. على هون هيدا لو خيروك بصراحة بس بدي افهم شغلة. كاتب لي لو خيروك انك تقول لامك انك لزبيان
او تقول لبيك انه ما بدي اعيش. اول شيء بيي عارف انه ما بدي اعيش. بدي اقول لامي انا لازبيان. ما هو لازبيان يعني ستريت، يعني انا بحب بنت، يعني ما فهمت، يعني على القليل كتب جاي مش لازبيان. لو خيروك انك ترقص رقصة كتير بتضحك ونزلها على ستوري انستغرام ولا اكل بيضانية؟ لا لا صراحة فضل ارقص رقصة على الانستغرام، حطها على ستوري انستغرام اللي بحب يشوفها. لو خيروك انك تصرخ بالشارع انا مجنون او اكل حر وبصل، وانا كمان بحبك كتير، انا مجنون. اوكي كان بعد في كتير 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 اختيارات انتو عطيتوني اياها على الانستغرام، ما قدرت يمكن كلها نفذها بس نفذت قد ما فينا، وهيدا كان التحدي لو خيروك. ان شاء الله يكون عجبكم. اذا بدكم جزء تاني لقاله فينا نعمله، ما ضروري بالضيعة، فينا نعمله بالبيت. اذا عجبكم ما تنسوا تعملوا سبسكرايب للشانل وتعملوا لي فولو على انستغرام. بحبكم كتير 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 وبشوفكم بالفيديو الجاي.